مرحبا، اهلا وسهلا فيكم جميعا في اول فيديو من سلسله ابسطها لك في دقيقه هندسيه. دقيقه هندسيه حكينا انه هي راح تكون عباره عن فيديو دقيقه واحده فقط. يلا نبلش. مرحبا، انا جاسر مصطفى، مهندس معماري. حابب اليوم بهذا الفيديو احكي لكم عن اول شيء الكل بيهتم فيه سواء كان مهندس او غير مهندس، وهو ايش هي التخصصات الهندسيه الموجوده اللي انا ممكن ادرسها وان انا اشتغل فيها. دائما اهتم اول شيء في البلد اللي انت موجود فيها والبلد اللي انت راح تدرس فيها، هل هذا التخصص هو معتمد فيها او لا، او هل هذا التخصص هو تخصص هندسي موجود فيها او لا، لانه البلدان تختلف عن بعض. وباعتبارات انه هذا تخصص هندسي او غير تخصص، يعني مثلا اللي عليه جدل كبير زي هندسه العماره، هل هي هندسه ام هي فن؟ فانت بدك تكون عارف البلد اللي انت موجود فيها شو بتعتبر التخصص اللي انت بدك عليه. علشان هيك اليوم حبيت احكي عن ايش هي الشعب الهندسيه الموجوده في نقابه المهندسين الاردنيين، واللي انت ممكن طبعا انك انت تقارنها في بلدك وانك انت تدور وتشوف ايش المعتمد عندك في البلد. مدنيه، معماريه، ميكانيكيه، كهربائيه، مناجم وتعدين، وكيميائيه. هلا هذه التخصصات طبعا بندرج تحتها عدد كبير من التخصصات، عدد كبير من الافرع والاقسام. اذا كنت حابب تدرس واحد منهم فانت لازم تشيك هل هو معتمد او غير معتمد، هل هو موجود او غير موجود، وعلى هذا الاساس بنعرف هذا التخصص هندسي او غير هندسي. ويعطيكم الف عافيه ونشوفكم بالفيديو الجاي.